فيما يزداد الوضع سوءا في المناطق المحررة من سلطة الميليشيا، تفضل قيادة السلطة الشرعية البقاء في الخارج. الرئاسة والحكومة وقيادة السلطات المحلية للمحافظات كلها خارج البلد، بينما تنشأ في الفراغ الذي يتركه هذا الغياب جماعات تجعل من إعادة الحياة إلى تلك المناطق أمرا صعبا ويزداد صعوبة كل يوم. عدن العاصمة المؤقتة التي كان من المفترض أن تعود إليها السلطة الشرعية بقيت منذ أشهر بلا سلطة، وهو ما جعل سلطة الشارع الذي تملأه الجماعات المسلحة الناشئة بفعل الحرب تنمو وتتمدد، حتى صار الأمر خارج السيطرة على الرغم من وجود قوات تكفي لخوض حرب كبرى، إلا أن غياب السلطة الشرعية والقوية جعل من ذلك مشكلة أخرى، بدلا من أن تكون عاملا مساعدا لضبط الأمن في المدينة وإعادة تطبيع الحياة فيها. الاشتباكات العنيفة التي شهدتها عدن بين القوات الأمنية التابعة للسلطة المحلية وقوات الحماية الرئاسية في قصر المعاشيق الرئاسي كشفت هشاشة الوضع في المدينة والخطر الذي يتركه غياب السلطة الشرعية على الوضع هناك، مع تحول الأمر إلى نزاع بين القوى التي من المفترض أنها تتبع سلطة واحدة ووحيدة، إلا أن غياب تلك السلطة يجعل الوضع في المدينة ينزلق كل يوم إلى الأسوأ. السلطات المحلية في بقية المحافظات المحررة تذهب إلى الخارج لتأدية اليمين الدستورية والبحث عن ميزانة التشغيل والإغاثة، ثم لا تعود من هناك، وكأن الخارج أصبح ثقبا أسودا يلقف كل أمال اليمنيين بسلطة تعيد إليهم الأمن والخدمات بعد عام من الحرب والدمار اللذين جلبتهما سلطة الميليشيا. تتعلل السلطة الشرعية بغياب الأمن في المدن المحررة، ولكنها وهي تتركها فريسة لهذا الغياب تجعل من عودة الأمن إليها مستحيلا، وعندما تقرر العودة في الأخير قد لا يكون هناك مكان تعود إليه.